كابتن شريف الف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن. ويمكن انا وانت قبل المباراه اتكلمنا في النتيجه دي وبعدين بصينا لبعض وقلنا يعني في الحاله اللي احنا فيها دي ممكن يحصل كده. وكل التوفيق بصراحه للنادي الاهلي النهارده، كل التوفيق وهارد لك لفرقه بيراميدز. ادوا شوط تاني الاهلي بيراميدز بصراحه كوره كبيره جدا يعني، بقى لنا كتير قوي ما اتفرجناش عليها. سرعه في الاداء، اطراف كلها بتتحرك، الاهلي خد على عاتقه الهيبه بتاعته. ودي جامد علاء ميهوب يعني، يقول لك هيبه الفريق طبعا بتبقى ليها وضع تاني. الروح فرقت كتير قوي مع لعيبه النادي الاهلي، بتحس يعني. انت كنا بنتكلم دايما ايه 4 2 3 1 3 4 3 مش لا لا لا، النهارده كان الملعب كله بيتحرك لقدام، الملعب كله بيدافع. الحته اللي احنا كنا بنتمناها ان الاهلي يلعب شويه مدافع، الاهلي يعرف ازاي يدافع مع فرقه زي بيراميدز. اه لازم تتعلم انك تقف تدافع، لازم تعمل ارتكاز، لازم تعمل التزام في التحركات، تحرك الكوره واستسليم وتسلم. حاجات كتير النهارده، مكاسب كتيره غير الثلاث اهداف الحقيقه. بقى كتير ما كسبناش فرقه بيراميدز، هي فوز كبير وغالي النهارده. بحيي روح لعيبه النادي الاهلي كلها النهارده على هذا الاداء، وبتمنى لهم المباراه الجايه يبقى في ريفنج بنفس الشكل باذن الله. لازم يثقوا في نفسهم ان هم يستطيعوا، وما اعتقدش ان يعني صن داونز اقوى من بيراميدز. فانا ببارك للعيبه والجهاز الفني والجماهير النادي الاهلي، وبالتوفيق ان شاء الله. ولينا كلام تاني في فنيات.